مساء الخير، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. خلينا نبدأ اللايف. انا هستارت ان شاء الله لغاية ما تبعتوا الاسئلة اللي انتم حابين تشوفوها على اللايف بالاسئلة اللي كانت متسابة في الديسكشن على الايفنت. تم اول حاجة كانت فكرة ليه هل ممكن الفيروس يتفشى في مصر زي اوروبا، ولا زي ما بيقولوا المصريين عندهم مناعه؟ طيب ده سؤال كويس جدا ومهم جدا. فكره ان في ريس معين او جنس معين من البشر عنده مناعه لكوفيد 19 غير جنس تاني مش مثبته علميا، مفيش اي اثبات علمي بيقول كده. الحاجه اللي هم بيدرسوها ان يكون نوع الفيروس نفسه اللي موجود في بعض الاماكن تم تحوره ان هو يكون اشد في اماكن واضعف في اماكن تانية، وبرضه الدراسات دي لسه ما خلصتش. فكره ان احنا نفضل حاطين في دماغنا ان احنا عندنا مناعه او ان المصريين عندهم مناعه احسن من بقيه الشعوب فبالتالي مش هيأثر فينا، فكره دي ممكن تؤدي الى كارثه، خصوصا هي بنستند عليها في حاجه زي كده. المصريين اصيبوا في ووهان، اصيبوا في امريكا، لسه كان في طبيب مصري في امريكا مصاب بكوفيد 19. المصريين زي ما احنا شايفين هو في اصابات، يعني الحمد لله مش عاليه بس لسه في اصابات وفي وفيات، فاحنا ما عندناش مناعه. فكره بقى ان هو في سترين او فصيله تانية دي لسه ما اثبتتش برضو علميا هي شكلها عامل ازاي. هل بالمعدلات دي ممكن الدراسه تتاجل في اول سبتمبر؟ دي كلها على حسب هي الموجة الأولانية دي هتخلص امتى. ونرجع بقى لفكرة الموجة الأولانية، كان في كذا سؤال عليها. هو الفيروسات عموما بتيجي في موجات، بعيد عن ان الفيروس ده موسمي او لا، كلمة موجة دي معناها ان الفيروس بيجي في بيبتدي يزيد يا اما بعد كده يختفي لوحده وينزل ارقام تقل بعد كده تخلص الموجة دي، بعديها ترجع موجة تانية موجة تالتة. احنا لغاية دلوقتي بيجي موجات من ايبولا، من سارس، من ميرس، بس تبقى الموجات دي اخف من الموجه الاولى. حد الان كان في سؤال بيقول اشمعنى الموجه الثانيه هتبقى اخف، ليه ما تبقاش اشد؟ احنا بنبني على حسب معلوماتنا التاريخيه من الفيروسات. يعني طبعا ما فيش حد يقدر يتنبأ بالفيروس المستقبل 1000، دي مش معناه مشكله، دي معناه ببساطه ان ارقام الاصابات مرتبط ارتباط شديد بحاجه اسمها ارقام المسحات. وهو العالم في كل الامراض على فكره كده، يعني اي مرض في الدنيا في حاجة بيسموها الأرقام المشخصة والأرقام الغير مشخصة، سواء كان المرض ده سكر، سواء كان المرض ده ضغط، سواء كان كانسر، سواء كان فيروس أو كوفيد 19. بما إن كمان إن كوفيد 19 من كل 100 حالة في 80 حالة الأعراض فيها خفيفة أو تكاد تكون غير موجودة، فبالتالي لو أنا بستنى لغاية ما يجيلي حالة وأشخصها مختلف لو أنا رحت عملت تشخيص ماس سكريننج زي الامارات وزي امريكا وزي المانيا للشعب كله وابتدي اطلع حتى الحالات المايلد فيطلع عندي اصابات. فمهما كانت الاصابات دي بتزيد ده مش انديكيتور لخطوره الوضع على قد ما اهم انديكيتور هل انا عملت عدد تستات ولا لا. اللي بالنسبه لي ممكن يبقى مقلق هل نسبه الناس في الكريتيكال كير او الناس اللي حالتهم متاخره عاليه ولا لا، مش التوتال المجمل، دي لسه الرقم بتاعها الى حد ما كويس. الحاجة التانية محتاجة أبص فيها مش أرقام برضو تلخيص، محتاجة أبص على الوفيات، أرقام الوفيات عاملة إزاي. إحنا كنا الشهر اللي فات في أول شهر إبريل قلنا إحنا المنحنى الآمن بتاعنا لو قفلنا شهر إبريل 400 حالة وفاة إحنا في المنحنى الآمن. إحنا قفلنا تقريبا في حدود 400 زي ما كنا الحمد لله بنفوركاست، ما وصلناش لحاجة غير آمنة، فإحنا في آخر المنحنى الآمن. ده معناه إن الأرقام اللي عمالة تزيد والافرج اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو 10 وفيات في اليوم زادت بقت في حدود 15 وفاه في اليوم افرج، مش الرقم نفسه 15، يعني احنا بناخد الاسبوع كله حصل فيه كام وفاه ونقسمه على 7 يطلع لنا معدل الوفاه اليومي الاسبوعي. دي حاليا 15 في دي عليت، احنا ابتدينا نبقى في اخر المنحنى الامن. سؤال من الدكتوره نور، الافضل للناس اللي عايشه بره معاها اقامه انها تفضل مكانها لو الدنيا معقوله في البلد اللي بيبقوا فيها ولا يرجعوا مصر؟ لو البلد اللي انتوا قاعدين فيها البلد نفسها كويسه، انتوا قاعدين في ماليزيا على ما اتذكر،
الإقامة كويسة، نسبة الإصابات قليلة، كل حاجة ماشية كويس، خليكوا قاعدين كده كده الدراسة موجودة والأماكن متوفرة. في احتياج للرجوع لمصر، ارجعوا مصر. يعني الموضوع مرتبط أكتر بالمكان اللي انتوا قاعدين فيه، هل هو سيف أو آمن أكتر ولا لأ؟ لو انتوا قاعدين ومستريحين مفيش داعي لإن انتوا ترجعوا. والأفضل طبعا تجنب السفر على قد ما تقدروا، كل ما نقدر نتجنب السفر كل ما يبقى أحسن. ليه بنتأخر في اتخاذ قرارات تجاه التجمعات التي تشكل خطورة بالغة، وقد تكون تلك الأماكن السبب الرئيسي في زيادة انتشار الفيروس؟ النقطة دي كويسة قوي، بس خليني أقول لكم سريعا كده. هو انتشار أي فيروس راجع لمعامل الإصابة بتاعه عاملة إزاي. معامل الإصابة ده اللي هو الشخص المصاب بيعدي كام شخص سليم. المفروض ان المعدلات العالمية لسارس كوف 2 او فيروس كورونا هي من 2 لـ 3، ده الافريج اللي هو ما فيش تكدس والناس عادية. طبعا في مجتمعاتنا في الشرق الاوسط وفي مصر وفي الزحمة المعامل ده بيزيد، كل ما يزيد كل ما الاصابة تزيد. فاحنا مثلا ممكن نشوف الاثنين التلاتة ده توصل في اماكن فيها تكدسات ل 300، يعني الشخص الواحد اللي عنده الفيروس ممكن يعدي 300 شخص سليم، نسبة عالية جدا. فبالتالي هو مهم للغاية ان يبقى فيه توعيه. لو يعني برضو خلينا نحط، بما ان انا لحد ما في زمايلنا ودفعاتنا موجودين في الوزاره واي نو ان هم يعني بقى لهم من اول الفتره دي ما ابتدت لغايه دلوقتي في منهم ناس ما روحتش بيوتها. التوعيه في مصر صعبه شويه نتيجه ان انت محتاج كميه شانلز مش طبيعيه عشان توصل للناس. يعني انت لو عملت كامبينز على السوق، مش بقول ان هي طبعا كافيه وان احنا عاملين كل اللي علينا، احنا لسه عندنا روم كبيره جدا، بس ان انت عشان تعرف توصل للناس لو عملت سوشيال ميديا كامبينز في ناس ما عندهاش سوشيال ميديا، لو عملت على التلفزيون في ناس كتير ما تبصش على التلفزيون، احنا 100 مليون، لو عملت على الارض ناس بتنزل تلف مش هتقدر تغطي كل الكره والنجوع. احنا مش بنتكلم بس على القاهره والاماكن اللي احنا موجودين فيها، بنتكلم على كل الاماكن الجغرافيه اللي موجوده في مصر، وبنتكلم على النجوع والاماكن اللي ما فيهاش انترنت والاماكن اللي فيها ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب والاماكن اللي فيها ما فيهاش اصلا انترنت. فبالتالي هي 50% دايما بقول هي 50% دور الكادر الطبي ودور الوزارات ان هي تحسن التوعيه ان الناس ما تنزلش ويبقى في زحام، او تجبر الناس زي ما بعض الدول اجبرت وزي ما احنا عملنا في حظر التجول. الجزء الثاني ان الناس نفسهم يبقى عندهم وعي ان يا جماعه الموضوع ده فيه حياه، يعني احنا بنتكلم في حياتنا. الفيروس السيتويشنز بتاعته مش سهله، المرض مش سهل. لو حد فيكم شاف فيلم او دوكيومنتري او راح الحميات، الفيروس بيصيب الجهاز التنفسي بيخليه مش قادر يتنفس، الالفولايز او الرئه بتطلع سوائل بدل ما بتطلع هواء، ما بيقدرش ياخد نفسه. احنا بنقلب العيان كل فتره بنغير وضعه عشان السوائل اللي في الرئه تبتدي تنزل تحت، تبتدي يعرف ياخد نفسه شويه، بعد كده يتحط على جهاز تنفس صناعي عشان ما بيقدرش ياخد نفسه. فالمرض مش سهل وبيجي للصغيرين وبيجي للكبار، صحيح الفرصه صغيره جدا انه هيجي الناس سنه صغير، بس احنا مش عايزين نسيب نفسنا للفرصه دي. فزي ما قلت 50% جايه من فوق توب داون، من ريجوليشنز ومحظورات وقوانين انها تجبر الناس ما يبقوش موجودين في تجمعات، و50% جايه من الناس نفسهم يبقى عندهم وعي. لو ال 50% الاولانيه مش معموله الثانيه هتتاثر، لو الثانيه مش موجوده الاولانيه هتتاثر وهكذا. في ظل تفشي كوفيد 19 ما هي الاجراءات التي يجب ان تقوم بها الحكومات داخل مستشفيات الحميات ومحيطها من نظافه وتطهير لحمايه المواطنين والاطقم الطبيه لحد من انتشار المرض؟ ده سؤال مهم جدا. وكان في سؤال برضو من فتره كده على الراديو، كان حد بيسال هو هل وجود مستشفى حميات في مكان سكني شديد التكدس ده حاجه خطر؟ عموما لو كان مستشفى الحميات تتبع كل اجراءات الانفكشن كنترول والسلامه لا يوجد اي خطر من مستشفى الحميات. بالعكس الدكاتره اللي في مستشفى الحميات هم طبعا خايفين، دكاتره جوه المستشفى لما تطلع تتعامل في الحي اللي هم فيه او الحالات وهي جايه هيحصل نقل العدوى. الاماكن والمستشفيات بتاعت الحميات هي اكثر الاماكن امانا لو بيتبعوا السيفتي ميجرز او وسائل الحمايه. ليه؟ لان هم عارفين ان هم بيتعاملوا مع حالات كوفيد، فعاملين حسابهم على كده، لابسين البي بي اي اللي هي البدله الواقيه، بيلبسوا 3 طبقات فوق بعض، لابسين الماسكات والفيس شيلد اللي بتتحط على الوش، وبيتعاملوا مع عيانين عارفين ان هم بيحافظوا على حياتهم. فالدكاتره حريصين على حياتهم زي ما احنا حريصين على حياتنا، خصوصا ان النسبة عالية جدا من الوفيات من كوفيد 19 هي ما بين الكادر الطبي. الخوف اصلا اكتر عدد الاصابات من الكادر الطبي كان من المستشفيات العادية، مش مستشفيات الحميات.
لان الدكاتره بيبقوا مش عارفين ان هم بيتعاملوا مع حاله كوفيد، فبالتالي في خطوره ان هم يتعدوا اكتر. غير كده دكتور في مستشفى حميات او في مستشفى عاديه، ما هو كده كده هيرجع بيته بيتعامل مع ناس، سواء كان المستشفى دي في مكان نائي او في مكان مزدحم. فكره ان السور بتاع مستشفى الحميات او حواليه يبقى زحمه وفي مثلا اماكن مش نظيفه وتكدس لاسواق، هو ده اللي المفروض ما يبقاش موجود. ده المفروض ما يبقاش موجود في اي مكان، مش بس حوالين مستشفى الحميات. فده المفروض ان احنا الى حد ما لو شفنا حاجه زي كده نبقى ايجابيين شويه ونبلغ، وده عملناه في اماكن كتير. هل فعلا في احتماليه حدوث موجه تانية من الفيروس؟ هو في موجه تانية من الفيروس، هتيجي امتى؟ التوقعات اللي اتحطت هي اما تبقى في الخريف يا اما تبقى في شهر يناير. طبعا الوقتين دول هيبقى لسه ما فيش مصل انتج لكوفيد 19، وما فيش علاج جديد انتج. هو احنا حاليا العلاجات كلها اللي موجوده هي اعاده استخدام دواء قديم ان هو يستخدم تاني لكوفيد 19، زي علاج للملاريا، علاج للايبولا، علاج للايدز وهكذا. الموجه الثانيه ان شاء الله زي ما قلنا كده باذن الله زي ما شفنا في التاريخ بتاع الفيروسات تيجي اقل. ليه ما فيش لجنه توصيات من خبراء مستقلين في العلوم الطبيه والوبائيه والاحصاء يبعتوا اقتراحات مجلس الوزراء بشان الحد من انتشار وتطبيق اجراءات العزل؟ لان ما فيش حاجه حتى الان ملموس. هو في لجنه فعلا لكوفيد 19 موجوده في مصر، وحاليا اتحط مقترح لفتح الاقتصاد الجزئي في ظل تفشي مرض كوفيد 19، وفيها كميه ريجوليشنز كتيره. هو الاكسبرتس موجودين، مصر فيها كميه اكسبرتس مش طبيعيين، فيها ناس علماء كويسين جدا، الورق البحثي بتاع مصر جيد للغايه. هي الفكره في التنفيذ، يعني ازاي نقدر، اليه التنفيذ دايما بتبقى صعبه، ازاي نعرف اتخطى البيروقراطيه وابقى سريع، وده اللي هم بيحاولوا يعملوه. البروتوكولات نفسها نزلت بتاعه التعامل، وهتبتدي بعد كده تنتشر في وسائل الاعلام. بتاعي من امبارح ابتدت تنزل، وهي الفكره بقى كلها ان احنا نعرف ازاي نلزم الناس ان هي تعمل كده، وازاي الناس تلتزم. زي ما قلنا دايما في جزء انا بلزم الناس غصب عنهم، وجزء انا بوعي الناس عشان تلتزم من نفسهم، عشان يبقوا فاهمين احنا بنعمل كده ليه. هل الموضوع في احتمال ان ينتهي لوحده؟ ده حصل في فيروسات كتير، ان فجاه الفيروس ينتهي ويختفي لوحده، دي حاجه كومن في الفيروسات حتى بدون وجود علاج. يعني لو افتكرتوا الطاعون الاسود في اوروبا مثلا، هو برضو اختفى لوحده ساعتها في القرن ال14، ما كانش فيه ولا مصل ولا كان فيه علاج، وخد بس خد طبعا دوره كبيره جدا، خد 4 سنين لغايه ما يختفي. وطبعا فرق كبير ما بين جاهزيه القطاعات الصحيه ساعتها ودلوقتي، فان شاء الله احنا على طول هينتهي بسرعه. وللاسف خد حياه تقريبا 100 مليون اوقات كمان بيقولوا لغايه 200 مليون بني ادم مات من الطاعون الاسود في اوروبا في القرن ال14، وفي الاخر اختفى لوحده. ولو ما كانش بيختفي لوحده كان زمان البشريه كلها ابيدت من اول فيروس جه الارض. الحمد لله من رحمه ربنا ان اي فيروس بيجي بياخد دورته ويختفي، لولا كده ما كانش بقى فيه بشر. احنا المده المقترحه لايجاد لقاح، هو اسرع حاجه كانت اوكسفورد بيقولوا ان هم هينتجوا لقاح في شهر سبتمبر. ما نحطش امال عريضه قوي، لان هو لو انتجوا لقاح في شهر سبتمبر ده هيبقى اسرع لقاح وجد على مر التاريخ، لان اللقاح بياخد ممكن 15 سنه ممكن 10 سنين لو ضغطوا المده عشان ينتجوه. فان هم يخلصوا الفتره دي في اقل من سنه ده انجاز البشريه ما عملتوش قبل كده. هل الفتح بدون اجراءات صارمه قد يؤدي الى خسائر اقتصاديه وبشريه اكثر على المدى البعيد؟ لو ما اتعملش صح يعني هو خلينا نقول ان انت عشان تعرف تفتح الاقتصاد وعندك اي وباء في البلد مش بس كوفيد 19 محتاج تفتحها بحذر، يعني تفتح جزء وتشك هل الامور ماشيه افتح اللي بعديه، هل الامور ماشيه افتح اللي بعديه. يعني مثلا افتح المدن الصناعيه واسبوعين ثلاثه بعد كده معاها، ودي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش اعمل فتح للاقتصاد من غير ما اعمل ماس سكريننج، يعني اعمل مسح عشوائي كبير المدى لعينه من الشعب اللي انا فتحت عندهم الاقتصاد. يعني مثلا لو فتحت مدن صناعيه لازم اخد عينه عشوائيه، ناس عشوائيين اعملهم تيست واشوف هل عندهم الفيروس ولا لا. ده هيطمني في حاجتين، هيطمني لو في حد جاله الفيروس وخف ابقى عارف ان خلاص الناس دي بقى عندها الاميونيتي كويسه، مع ان طبعا في فرصه ضئيله ان هو يصاب مرتين بس فرصه نادره جدا. وهيطمني كمان ان الفيروس نفسه ابتدى ينحسر، فيطمني ان انا اخش في المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها ابتدي افتح الاقتصاد اكتر بعديها باسبوعين ثلاثه، دايما المرحله بتبقى من اسبوعين لثلاثه، او عامل ماس سكريننج تاني، اعمل مسحات تانيه عشوائيه للناس، طلع ان الفيروس بيقل اخش في المرحله الثالثه افتح المدارس،
ابتدت المدارس تتفتح والمولات والشركات الصغيره وهكذا، والفيروس لسه بينحسر، اخش مرحله رابعه، اخر مرحله ان انا افتح المطارات وافتح الحدود وابتدي اتعامل مع بقيه الدول والمحافظات، اتعامل مع بعض وافتح كل حاجه بس بحذر. احنا مش هنرجع لنفس اللي احنا كنا بنعمله بالظبط الا بعد فتره طويله لغايه ايجاد مصل. هنفضل دايما عندنا في بعد اجتماعي مترين ما بيني وبين اي شخص، باخد احتياطاتي، ماشي بالمطهرات بتاعتي، الكلام ده لازم يفضل موجود لغايه ما يبقى في عندي مصل كويس. Can you give us more info about Remdesivir? طيب انا هنزل حلقه كامله عن Remdesivir، بس سريعا كده، Remdesivir هو دواء كان بيتعمل للايبولا قديم وما جابش نتائج يعني كويسه للايبولا، بس دلوقتي اكتشف ان هو في الكلينيكال ترايلز بيجيب نتائج معقوله لمرضى كوفيد 19، للناس اللي في المراحل المتقدمه. الكلينيكال ترايلز اتعمل تقريبا على 1000 مريض في امريكا، قالوا ان هم البيشنتس او المرضى دول الايام اللي كانوا قاعدينها في المستشفى قلت من 15 يوم ل 11 يوم. طبعا ده ليه امباكت حلو جدا، ان انت تعرف تخرج الناس اسرع من المستشفى، امباكت اقتصادي، وبتفضي سراير اكتر لمرضى تانيين، والمريض لما بيخرج بسرعه من الاي سي يو صحته بتبقى احسن، كل يوم زياده في الاي سي يو صحته بتتدهور. لسه ما عملوش، والنتائج دي كانت سيجنيفيكانت، وبالتالي قدموها في الاف دي اي وخدوا ابروفل، والدواء ابتدى يستخدم رسميا في امريكا وهيستخدم رسميا في بقيه العالم. الحاجه اللي ما عرفوش لسه بيثبتوها ولسه بيحاولوا فيها، هل هو بيقلل نسبه الوفيات ولا لا، لان النتائج بتاعته في الوفيات ما كانتش احصائيا دقيقة، يعني ما كانش significant، ما كانش statistically significant زي ما بيقولوا. طب دي كانت الأسئلة اللي موجودة على على الول. خلينا ناخد بقى الأسئلة اللي موجودة هنا على اللايف. معنى ان احنا وصلنا ل 6000 حالة، احنا الطاقة الاستيعابية بتاعتنا اصلا كام؟ طب احنا عندنا عدد كافي من سرير الاي سي يو، ايفن حتى لو عندنا 10000 حاله كوفيد 19 هنلاقي لهم سرير. هي الفكره كلها في الرش، ان الناس دي كلها ممكن تيجي في وقت واحد زي اللي حصل في ايطاليا وزي اللي حصل في اسبانيا. المشكله دايما بتبقى في الرش مش في عدد السراير، ان انا مثلا يجي لي 20 عيان مره واحده عايزين سرير عام مركزه، يجي لي 50 عيان مره واحده. احنا لسه الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا تستحمل، بس مش هتستحمل لو الحالات ابتدت تزيد بنفس النمو اللي هي صاعده بتتصاعد فيه. وزي ما قلنا هو 6000 حاله دي مش كلهم محتاجين مستشفيات، 6000 حاله دي فيهم حالات كتير هتقعد دلوقتي في البيت بعد ما نزل القانون الجديد بتاع ان هو يتعالجوا في البيت، بيقعدوا في سراير عاديه لان هو الحاله بتاعتهم مش متقدمه، او جزء منهم قليل مش كتير محتاج يقعد في رعايه مركزه. حتى الان قوتنا الاستيعابيه في الرعايه المركزه كافيه وتزيد كتير عن النسبه اللي موجوده لكوفيد 19 الحمد لله. بعد تسجيل صفر اصابات هل معناه ان كده الفيروس انتهى وهل الفيروس بيضعف مع الوقت؟ لو سجلنا صفر اصابات محتاجين نتاكد ان هو فعليا صفر اصابات مش صفر تشخيص زي ما قلنا كده. لو سجلنا صفر اصابات وصفر وفيات على في مصر او في اي دوله، والصفر ده فضل موجود لمده 3 اسابيع، غالبا ده معنى ان الموجه الجايه من الفيروس خلصت، وغالبا الموجات اللي بتيجي بعديه بتبقى خلاص ضعيفه. الموجه الثانيه اقل زي ما كنا بنشرح. What do you think of opening the tourism now and is curfew pro or against? Against التوريزم دلوقتي، يعني فكره ان دلوقتي يبتدي يبقى فيه سياحه هيحتاج كميه بريكوشنز مش طبيعيه، ممكن بعد فتره قصيره من دلوقتي، لكن حاليا لا، خلينا نستنى طالما هيتفتح المراحل، نستنى من اسبوعين لثلاثه. بعد كده السياحه الداخليه هل تبتدي تتحرك؟ السياحه الداخليه محتاجه تبقى ان الشخص نفسه محتاج يثبت ان هو ما عندوش كوفيد 19 قبل ما يعمل اي سياحه، والاماكن اللي هيروحها كذلك. طبعا احنا متضررين للغايه في مصر وفي دبي مثلا بفكره ان مفيش سياحه، خصوصا البلدين معتمدين اعتماد كبير على التبادل في السياحه، والناس بتيجي وتسافر فور بزنس تريبس او للتوريزم، بس اتس بيتر سيف ذان سوري، يعني لان السياحه كانت هي السبب في انتشار اصلا والسفر بزنس تريبس في كوفيد 19 من بدء الامر. فبالتالي
الاحسن، وده اللي امريكا مثلا بتعمله في البلان بتاعتها، ان هي تخلي السفر ما بين الولايات مش السفر ما بين امريكا وبيت البلاد اخر مرحله. فبالتالي نفس الكلام ايز كيرفيو، ام برو ايزنج الكيرفيو لو بقى في توعيه. يعني انا عشان اقلل حظر التجول، كيرفيو اللي هو حظر التجول، عشان اقلله محتاج ان انا ابقى متاكد ان الناس فاهمه ان لما اقلل حظر التجول مش معناه ان الفيروس قل، لان هو كان في ارتباط، في ارتباط دايما كده سب كونشس يعني لا ارادي عند الناس كده في اللاوعي، ان انا اول ما الاجراءات بتقل معنى كده ان الفيروس ما بقاش قوي. مع في فرق كبير، الفيروس ما بيفهمش اقتصاد، يعني الفيروس ما عندوش احساس بان احنا عندنا مشاكل في الاقتصاد فهنفتح وهننزل الشغل عشان احنا مش قادرين نكمل. ده واقع لابد منه، خلاص كلنا مؤمنين بيه وكلنا حاسين بان احنا عندنا مشاكل اقتصاديه، لو قعدنا كده يعني في ناس مستقبلهم هيتدمر. بس الفيروس ما يعرفش الكلام ده، فتقليل الاحترازات عشان احنا نعرف ننزل نشتغل مش معناه ان الفيروس هيقل. نقلل الكيرفيو اول ما نلاقي الوعي زاد، هما الاثنين ماشيين مع بعض، كل ما الوعي يزيد اقدر اقلل الاحترازات، اقلل الكيرفيو، اقلل حظر التجول، الوعي يزيد اقلل، الوعي يزيد. لكن ما ينفعش يبقى الوعي بيقل وانا بقلل الاحترازات بتاعتي، الوعي بيقل وانا الاحترازات. انا يعني هبقى اوريكم كيرف ان شاء الله عاملينه في اكسايت عن كل يوم الناس بتنزل تعمل اكتيفيتيز عامله ازاي. احنا عموما الريبورتس بتبقى مراقبه الشعب، يعني انتوا هتتفاجئوا بالريبورت ده. وثانك يو ريهام عادل على الريبورت، شي از وان اوف اور ايمينت ريسيرشرز يعني في اكسايت، ان كل يوم الناس بتنزل تشتري ايه وبتروح فين وبتيجي منين. فتلاقوا الناس في الاول التزمت جدا وقعدت في البيت، بعد كده ابتدت النسبه دي تعلى، بعد كده الناس ابتدت تنسى، الناس ابتدى الوعي بتاعها يقل. ايه اسوأ حالة ممكن اتحول لها الفيروس؟ اسوأ حالة اتحول لها الفيروس ان هو يبقى بيتغير بحيث ان انا ما اقدرش انتج له مصل، دي اوحش حاجة، ان هو التغير بتاعه يبقى شديد لدرجة ان انا كل ما انتج مصل يتحور فيبقى جديد فبقى عايز له مصل جديد. ان كل التجارب بتاعت الامصال معتمدة ان ده ما يحصلش، تخيلوا لو ده حصل معنى كده ان كل الامصال احنا بنعملها مش هيبقى ليها لازمة. نأمل ان ده ما يحصلش، ندعي ان ده ما يحصلش باذن الله، وهو باذن الله ما يحصلش. يعني متوقع نوصل للذروه امتى؟ خلينا نتكلم على ذروه الوفيات، لان طبعا زي ما قلت لكم انا هقولها تاني، الارقام اللي احنا بنشوفها كل يوم دي ارقام التشخيص بسبب انا بعمل كام مسحه. بالتالي الرقم اللي انا اقدر اقيس عليه منحنى جيد هو رقم الوفيات. رقم الوفيات احنا حتى الان التصاعد بتاعه افقي مش راسي، الحمد لله التصاعد بتاعه بسيط في مصر. فبالتالي انا ممكن بعد شهر من دلوقتي اوصل لحدود 1000 حالة وفيات ما بين 800 ل1000، ده معناه انا لسه في المنحنى الامن، وبتدي الارقام بعد كده تقل. فده الفوركاست لو احنا لسه في اخر المنحنى الامن زي ما نقول كده، هنوصل لتقريبا 1000 حالة وفيات على اخر الشهر، وبالتالي الارقام بعد كده تقل. ايه اللي يخلي الارقام دي تعلى او تقل نوصل للذروة او لا، هي كذا حاجة، منها هل انا بعمل توعية للناس قبل تنزل ولا لا، دي اول حاجة. هل الناس فاهمه يعني ايه معامل الاصابه الار زيرو، ان انا ممكن اصيب 2 3 ممكن يبقى 300، فمحتاج ان انا اقلل على قد ما اقدر التعامل بتاعي مع الناس كلوز كونتاكت، وخلي دايما في تباعد اجتماعي. اللي انا محتاج اعمله كمان هي فكره هل انا عندي علاجات جيده للناس ولا لا في المستشفيات، فبالتالي عدد الوفيات ممكن يقل. وهل انا عندي ناس بتروح بدري للمستشفيات ولا لا، دي الحاجه الخامسه ومهمه جدا، ان هل الناس اول ما يحسوا باعراض بيروحوا او بيتكلموا او بيسلف تريت في البيت. في كذا حاله في وزاره الصحه مثلا، الحالات وهم لسه بيسحبوا المسحه عشان يعملوا له البي سي ار الحاله توفت، في حالتين لسه حصلهم كده امبارح واول امبارح، ده راحوا المستشفى متاخر جدا بعد ما الحاله زادت. الناس اوقات بتخاف تروح مستشفى العزل. هل احنا لسه في المنحنى المتفائل؟ احنا المنحنى المتفائل زي ما قلنا كده بنحسبه الوفيات، احنا كنا قايلين هنقفل الشهر 400، لو من 350 ل 400 ده اللي كان الرينج الامن او الامان بتاعنا، لو كسر 400 احنا عدينا الكيرف المتفائل. احنا قفلنا الشهر 406 بالملي على اخر المنحنى الامن. المنحنى الامن ده مكمل معانا في شهر مايو لغايه 850 تقريبا، انا بحط لكم الارقام بالظبط. لو وصل للرقم ده، ده لسه في اخره برضه، بس الارقام ما بتقلش. او 800 الارقام سوري قلت شويه، 1000 معناه ان احنا لسه في اخر منحنى الان، فانتوا دايما حطوها كده من 800 ل 1000 على اخر الشهر ده.
هل فيروس كوفيد 19 ده ممكن يكون له مصل، اللي ممكن ياخد المصل يبقى محمي منه، ولا هيكون زي الانفلونزا ممكن يتغير جينيا كل فتره؟ سؤال كويس جدا. الامصال والطريقه التكنيك اللي بيعملوا بيها المصل حاليا هو ان هم بيشتغلوا على جزء من الفيروس. خليني اقول لكم سريعا كده، احنا شرحناها في كذا فيديو، ان المصل ده جزء من الفيروس بديه لشخص سليم عشان جسمه يكون مناعه لما يجيله بعد كده المرض، يعرف الجسم يقاوم لوحده من غير علاج. فالمصل هو جزء من الفيروس، بيشترط ان الفيروس ده ما يتحورش بالكامل. التكنيك اللي بيشتغلوا بيه حاليا هم تكنيك معتمد على طبعا ما يحصلش تحور كامل، وده ان شاء الله ما يحصلش، ان هو يعني مش زي فيروس الانفلونزا، وبالتالي يفضل افكتيف لكذا جيل لكذا جنريشن ان هم ياخدوا نفس المصل. وباذن الله التكنولوجي دي، التكنولوجي بتاعتهم اللي بيشتغلوا بيها سواء كان في باستير في فرنسا او في المانيا او في الصين، التكنولوجي متطوره للغايه، وبياخدوا جزء بس من البروتين اللي هو اقل جزء بيتم تحوره واقل جزء بيتغير في الفيروس. هل الجسم بياخد مناعه منه ولا لا، وهل ممكن حد يصاب تاني بكوفيد 19 بعد الشفاء؟ عموما افتكروا كده في الانفلونزا، لما كان تيجي الانفلونزا واحد ياخد دور انفلونزا قوي كده، كنا نقول ايه، بيقول هو خد الدور فخلاص مش هيجي تاني، صح؟ دايما بيقول الجمله دي. ده فعليا حقيقي الا نادرا، يعني هو قليل قوي لما حد ياخد دور الانفلونزا مرتين في نفس الموسم. نفس الكلام في كوفيد، هو الطبيعي الديفولت ان الشخص بياخد الفيروس المرض مره واحده في الموسم، ممكن ياخده كل موسم على فكره، عشان كده الناس ممكن تاخد الانفلونزا كل سنه، بس ان هو يصاب بيه مرتين في نفس الموسم دي فرصتها قليله، قد تكون نادره. فبالتالي اللي جاله الكوفيد 19 نادرا ان هو يصاب بيه تاني، هيبقى حظه وحش جدا وهو عنده مشكله في المناعه. احنا ماشيين صح في مصر؟ احنا الحمد لله الظروف مساعدانا، يعني احنا ما عندناش بؤر خفيه انفجرت في وشنا مثلا، فاحنا الظروف مساعدانا. لو قدرنا نحافظ على المكاسب اللي يعني الحمد لله لغايه دلوقتي عندنا الوفيات الكيرف بتاعها لسه ما انفجرش، لسه امن، صحيح في نهايه المنحنى الامن بس لسه امن، هنقدر نطلع من الازمه دي كويسين، حتى اقتصاديا كويسين، لان في بلاد اتدمرت اقتصاديا، احنا نقدر نستغل الوضع ده لصالحنا. كل افريقيا باي ذا واي لو عرفت ان هي تخلص الموضوع ده وقفلوا على نفسهم كويس وفتحوا بحذر وما حصلش اي بؤر في المستقبل، هيخلص الموجه الاولى وافريقيا منتعشه ما عندهاش اصابات او وفيات، اوروبا عندها مشكله رهيبه في الاقتصاد، امريكا كذلك. فهتلاقي ان القوى العظمى في العالم المفروض ان هي تبتدي تتغير شويه، ميزان القوى يتغير شويه، نقدر نصدر براحتنا، نقدر ان احنا يبقى ميزان الاقتصاد بتاعنا احسن، نقدر نوصل لفير ماركت فاليو، يعني يبقى عندنا نعرف نسعر الحاجات اللي احنا بنصدرها تسعير احسن، بدل ما بنصدر السلعه اللي بتتباع في المانيا ب 100 يورو بنصدرها هنا بيورو، اقدر ان انا اسعرها في الماركت فاليو اسعرها ب 10 يورو 12 يورو. ده طبعا لو ربنا كرمنا وخلص على خير. هل عندنا في مصر بنتعامل بمناعه قطيع؟ مش مناعة القطيع، احنا مش ماشيين بنفس السياسة قوي بتاعة السويد. السويد عملت ايه؟ السويد فتحت قالت انا اصلا مش هقفل، حتى المدارس السن الصغير خليهم يروحوا، الناس بتروح الكافيهات عادي، الناس بتخرج، مفيش مكان قفل، وقالوا كده كده المرض هينتشر في كل البوبوليشن في كل المجتمع، يحصل له ساتوريشن تشبع يبتدي يقل، الناس مناعتها تتحسن وتخلص. ده مناعة القطيع طبعا بتيجي على حساب حاجة للاسف، يعني بتيجي على حساب فئه معينه من المجتمع. انت عشان تعمل مناطق قطيعه، السويد عملت اويرنس كامبينز او حملات توعيه ان كبار السن يستثنوا من الموضوع ده، ما ينزلوش، وكبار السن ما يتعاملوش مع اي حد، واللي عنده مشاكل في المناعه واللي عنده مشاكل في الامراض المزمنه، فهم فتحوا البلد والناس دي خلوا عندهم اويرنس. مع ذلك الاثار بتاعتها كانت ان السويد عندها 1600 حاله وفاه، في مقابل ان كل البلاد الاسكندنافيه اللي حواليها فنلندا النرويج وهكذا عندها حالات قليله جدا، يعني هما تقريبا حالات الوفيات في السويد ممكن تبقى 10 اضعاف البلاد اللي حواليها اللي هم ما عملوش سياسه المناعه القطيعه. المناعه القطيعه ريسكي جدا، سلاح ذو حدين، عايز يتعامل بسياسه محنكه للغايه، ده تعرف تعملها. السويد بجلاله قدرها ما عرفتش تعملها، بتحاول لسه فيها. طبعا في كميه، اللي متابع شان السويدي، في كميه مظاهرات لان في ناس بتموت، هو شايفين ان الحكومه عملت اجراء بتضحي بيه بالناس الكبار في السن عشان الاقتصاد بتاعها ما يقعش وعشان الناس الصغيرين. الناس اللي اهاليهم ماتوا في السويد عاملين كميه مظاهرات مش طبيعيه،
ودايما كانوا بيطلعوا في وزارات يقولوا ان حياه بني ادم تمام ما هياش رقم في احصاء، ما ينفعش تقول انا عديت الازمه والاقتصاد خلص ومات عندي 1600 بني ادم، لان ده رقم حقيقي، ده ناس فعلا ماتت. فاحنا مش ماشيين في مناعه القطيع كما يقول الكتاب، احنا ماشيين في فتح جزئي بمراحل معينه علشان نبتدي الفيروس يقل والاقتصاد ينتعش، بس دي لو ما اتظبطتش في النص هتضرب من ناحيتين، وفيات واصابات هتزيد، هتضطر تقفل الاقتصاد كله يخبط في بعضه. الاحسن ان انت لما بتعملها بمراحل قليله جدا صغيره وفي اوقات قليله كده، اسبوعين ثلاثه، بعد كده مرحله اولى، اسبوعين ثلاثه مرحله ثانيه، زي ما كنا بنشرح، وتبتدي تتاكد ان الناس عندها وعي كامل. لو الناس ما عندهاش وعي والارقام ما بتزيدش ما ينفعش تكمل فتح في الاقتصاد. هل الكورونا ممكن يكون فيروس موسمي ينتهي فجأة؟ اه ممكن، مفيش طبعا دراسة حاجة تؤكد كده، بس هو ممكن نصحى الصبح ما بقاش فيه كوفيد 19، ما بقاش المرض موجود وفيروس كورونا اللي هو السارس كوف 2 ما بقاش موجود. ايه التوقعات بالنسبة لعدد الإصابات، هيعلى لحد فين؟ انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش ابص قوي على الاصابات، لان معتمد انا هعمل كام بي سي ار وكام تيست. فانا ممكن مصر تعمل كامبين في 200 300 الف تيست اشتهرضه، فالارقام تزيد ريلاتيف لارقام المساحات. فمثلا احنا ممكن نوصل نقفل الشهر ب 12000 حاله، ممكن تقفل ب 10، ممكن تقفل ب 20، معتمده اعتماد كامل على بعمل كام تيست في اليوم، والناس هل بعملها برو اكتف ولا ري اكتف. برو اكتف يعني زي المانيا وامريكا مثلا والامارات، ان هم بيمشوا يعملوا تحليل عشوائي للناس ويقولوا الناس تعالوا حللوا وهكذا. ري اكتف معناه ان هو انتوا مش بتسمعوا دايما في تقرير حاجه بيقولوها تم تشخيص 350 شخص او 250 شخص بعد اجراءات البحث والتقصي لاجراءات الحجر الصحي. عارفين الجمله دي معناها ايه؟ الجمله دي معناها ان انا ما بعملش التيست، ما بروحش انا للناس اعمل تيست. لما بيجي لي حد بعمل بحث وتقصي للحاله، خلطه كام حد، واعمل لكل الحالات اللي حواليهم، دي بيسموها ري اكتيف تيست. فبالتالي هي مرتبطه، انا بيجي لي كام حاله وابتدي اعمل اجراءات بحث وتقصي. فالاصابات مش ببص عليها. الوفيات هتعلى لغايه امتى؟ كنت لسه بنقول يعني هو الكيرف بتاعنا ان الشهر ده لو فضل الترند ماشي في المنحنى اللي هو اخر الامن، هيقفل ما بين 800 وفاة ل 1000 وفاة. في ظل الوعي الحالي لينا هنا في مصر، تفتكر ايه اللي ممكن يحصل بعد ما الاقتصاد يفتح ناس ترجع شغل تاني؟ هي احنا في فترة فاصلة، يعني يا اما الناس زي ما كنا لسه بنقول من شوية تعرف ان احنا والله الفيروس ده مش بيقرا كتب ولا بيتفرج على التلفزيون، هو ما يعرفش ان احنا عندنا مشكلة اقتصادية والفيروس مقلش. لو الناس فضلت بهذا التكدس، انا ان شاء الله هوريكم الكيرف بتاع الناس في الشوارع بشكلها عامل ازاي ومعامل الاختلاط نفسها زادت ازاي، ده هيؤدي لتصاعد. احنا لسه الحمد لله عاملين، والحمد لله احنا تصاعدنا افقي، احنا ما وصلناش لتصاعد قصي زي بلد كتير. لو اتفتح الاقتصاد مره واحده فيها خطوره شديده للغايه ان الارقام تعلى والاصابات تعلى والوفيات تعلى وتقفل الاقتصاد غصب عنك ساعتها. فهي محتاجة حملة توعية يعني غير طبيعية من جانب الجانبين، أو من جانب الشعب كله يعني ككل، وإحنا نوعي بعض وأي حد يوعي التاني. إحنا مش بنخوف الناس، هو في حاجتين، في خوف إيجابي. الخوف الإيجابي ده اللي هو أنا هاخد بالي من نفسي وآخد بالي من الناس اللي حواليا ومن عيلتي، أنا مش مفروض أبقى سبب في وفاة حد كبير عندي في العيلة وحد معايا في البيت، ده مهم جدا، ويخليني اخد بالي في الشغل واخد بالي على زمايلي في الشغل وانضف المكتب بتاعي، لو بشتغل في مصنع البس اللبس بتاعي كويس وهكذا. ومش خوف ذعر، خوف سلبي، لان الخوف والذعر السلبي ده مش كويس، ده ممكن يقلل المناعه ويخلي الجسم اكثر عرضه لان هو يصاب. فالتوعيه دي دورنا حتى احنا، اي حد موجود على اللايف هنا دوره ان هو يقول للناس ما تخافش، ما يبقاش عندك ذعر، بس لازم تبقى امن على نفسك وامن على عيلتك، لان الفيروس ما قلش. زي ما قلت لكم في ارتباط شرطي لا وعي عند اي حد، تقليل الاجراءات معناه ان الفيروس بيقل. احنا بس محتاجين نقول الكلام ده غير صحيح. سؤال من دكتور احمد حامد: Why we now depend on the death rate although it might be wrong same as the disease rate. حلو السؤال ده. هو احنا بناخد احسن الوحشين، يعني الـ diagnosed cases
اللي هي احنا عندنا طبعا البريفالنس عندك، سواء هتكلم بقى شويه ساينتفك، البريفالنس الكامل، البريفالنس ده اللي هو في كام اصابه عندي في مصر، تحتيها في كام اصابه مشخصه، كام اصابه غير مشخصه، البريفالنس تحتيه كام اصابه غير مشخصه، الجاب او الفجوه ما بين الرقمين عاليه جدا، انا مش عارفها، انا مش عارف قد ايه قصاد كل حاله مشخصه في كام حاله غير مشخصه. بعد كده في تحتيها الحالات الكريتيكال كير، الحالات اللي هي العاليه الخطوره، دي برده رقم الى حد ما كويس اقدر اعتمد عليه، فاحنا بنشتغل بيه برده. بعد كده في ارقام الوفيات، فرصه ان حد يبقى متوفي واتكتب السبب بتاع الوفاه غلط ان هو مش كوفيد 19 موجوده في اي حته في العالم. لسه ايطاليا كان عندهم نفس المشكله دي، مصر، الصين، امريكا، بس نسبتها اقل من الفجوه، الجاب اللي ما بين البريفالنس undiagnosed والdiagnosed، ما بين الحالات اللي موجوده في مصر والحالات المشخصه. فبالتالي احنا بنشتغل باحسن الوحشين، احسن الوحشين هو الديث ريت، ومنه بنقدر على فكره نديتكت تقريبا احنا عندنا كام اصابه undiagnosed، بس احنا ما بنعلنش الرقم ده عشان برضو الناس ما تتخض. طالما العدوى بتيجي من رذاذ المريض، ليه الفيس شيلد اللي بيغطي كامل الوجه مش كفايه الحمايه ولا لازم كمامه؟ طيب الجهاز التنفسي لو دخله رذاذ من شخص مصاب، الشخص السليم بيتعدي. الجهاز التنفسي اللي هو ايه؟ الفم، الانف، والعين، دي الثلاث حاجات اللي ممكن يدخل جواها رذاذ فالشخص بالتالي يتعدي. فانا محتاج احافظ على الثلاث حاجات دول. الناس الكادر الطبي محتاج ياخد باله واحتياطاته كاملا، سواء بسبب يعني الكمامه ممكن ما تبقاش 100% واقعيه، العين مش عارف يعملها فبيلبسوا الكمامه وبيحطوا الفيس شيلد ده لزياده الامان. احنا كمواطنين عاديين محتاج اعمل ايه؟ محتاج لو انا في مكان مزدحم خايف ان انا يبقى ممكن يبقى فيه اصابه، البس الكمامه. طبعا بلبسها من غير ما المسها، من ورا وبقلعها من ورا ودني، والاحسن ان انا اكون لابس نظاره لان العين زيها زي المناخير. وخلوا بالكم من حاجه بيسموها كده متلازمه الكمامه. يعني ايه متلازمه الكمامه؟ الشخص اللي لابس كمامه بيبقى عنده حاجه اسمها امان زائف، يعني بيبقى عنده امان زياده عن اللزوم، فبيبتدي يتعامل ازف ان هو عمره في حياته ما هينفع يتعدي. الكمامه مش 100% امان، فمش معنى ان انا في كمامه ان انا مش هتعدي، معناه ان انا لسه محتاج اخد احتياطاتي، بس انا بقيت عندي مصدر وقايه كويس. اللي بيلبسوا كمامات هو الناس اللي خايفه على نفسهم في مكان مزدحم، اللي بيلبسوا كمامات هم الناس اللي عندهم اي اعراض، سواء كان الاعراض دي برد او كوفيد 19 انا ما تعرفش، ممكن ما تبقاش متاكد، او الكادر الطبي، اي حد بيتعامل مع مرضى. هل النوع الرابع بقى حد في حياته العاديه ممكن يستخدمها للوقايه الزائده؟ ممكن، بس هل مثلا ليها لازمه ان انا ابقى راكب العربيه وحاطط كمام؟ انا يعني بقى لي فتره كبيره ومستغرب من المشهد ده اللي بشوفه كل يوم تقريبا، حد راكب عربيته قافل عربيته بالكامل، مشغل التكييف وحاطط كمامه. انا هو خايف من ايه؟ انا مش فاهم، هو خايف العربيه تعدي؟ خايف هو يقعد العربيه؟ ما انت ما فيش جنبيك حد، انت سايق لوحدك. ف في اماكن واحد ماشي في الشارع تماما لوحده، واحد بيجري اصلا، ما تجريش وانت حاطط كمامه، حاجه مش صحيه يعني. فهي دي الاماكن المفروض يتحبس فيها الكمامه. امتى ممكن المطارات تفتح؟ الواحد نفسه المطارات تفتح يعني في اسرع وقت، بس للاسف هي المطارات بتبقى في اخر مرحله في فتح الاقتصاد عموما، لان هتفتح المطارات محتاج تاخد اجراءات ما بينك وبين الدول اللي ما عندهاش اصابات، برضو مش هتفتح على كل الدول، ويبقى في لازم سيرتيفيكيت للشخص اللي مسافر نتاكد من خلوه من الفيروس قبل ما يسافر. بعد كده لما يوصل البلد هيتعمل له تيست تاني. كل ما نتقدم في التيست، وده اللي هم بيحاولوا يعملوه، كل ما يبقى في تيست سريع جدا ودقيق جدا، كل المطارات تفتح اسرع، ان انا جاست كده اعمل سواب، اعمل تيست واشوفها والنتيجه تطلع في ساعتها، ساعتها المطارات تفتح بسرعه. ادعوا ان التيستات يبقى فيها تكنولوجي احسن، كل ما التكنولوجي تزيد كل ما هيبقى اسرع، كل ما يبقى اسرع كل ما يبقى احسن. المشكله دلوقتي في ايه؟ المشكله ان ان التيست بتاع كوفيد 19 البي سي ار الحالي، الفرصه بتاعه الفولس نيجاتيف 60%. يعني في فرصه 60% ان الشخص يعمل التيست ويطلع نيجاتيف وهو بوزيتيف. اي تيست في العالم في نسبه فولس نيجاتيف، ده اي تيست في العالم فرصه البي سي ار عاليه 60%. فعشان كده بتسمعوا دايما في التلفزيون ايه، عملنا مسحه اولى وثانيه وثالثه نفس العينه عشان نتاكد. ونفس الكلام في حاجه اسمها فولس بوزيتيف، بس فولس بوزيتيف نسبتها اقل.
احنا في مصر عندنا امكانيه نعمل ماس سكريننج. عندنا ايه المشكله؟ لو عندنا الريسورسز وعرفنا نجيب الريسورسز هنعرف نعمل ماس سكريننج، خصوصا لو اكتشفوا الفاست تيست. المهم بس ايه، يعني لو هنفتح الاقتصاد ده لازم يبقى معاها الماس سكريننج. اي فتح اقتصاد من غير ماس سكريننج هيبقى عندنا فرصه للاسف لزياده الاصابات. متى تقول توقعات ان الفيروس الكيرف بيوصل لبلاتو؟ يعني نبدا في مرحله جديده، الاعداد بتقل وتبدا ترجع لحياه طبيعتها، وايه هي تحتاج دراسه ترجع لطبيعتها ان شاء الله. انا والله نفسي الدراسه ترجع لطبيعتها، لان التدريس على زوم اونلاين ده يعني رخم جدا. فكره ان انا بدرس ليكو يعني وانا مش شايفكو دي حاجه مش ظريفه يعني. ثانك يو يا تسنيم على السؤال الظريف ده. والكيرف بتاع الفيروس هيوصل بلاتو ازاي امتى؟ احنا زي ما كنا بنقول كده، احنا ممكن في نهايه الشهر في شهر مايو لو كل حاجة مشيت صح يبقى الأرقام هتبتدي تنزل. لو كل حاجة مشيت صح، ما فتحتش مرة واحدة، بعمل ماس سكريننج، عملت حملات توعية جبارة، الناس قللت معامل الإصابة، رجع تاني اللي هو المعامل بتاعه يبقى واحد مثلا، أقل من واحد، ده هنوصل البلاتو. مشكلة الذروة والبلاتو والكيرف إن هي كل يوم هتتغير. يعني أنت لما بنيجي نبص مثلا، يعني النهاردة كان معامل الإصابة مثلا 10 الشخص ده مثلا، لو الشخص النهارده 10 المصاب بيعد 10 اشخاص سلام، بكره المعامل ده بقى 12، كل الكيرف ده اتغير. لو اليوم اللي بعديه بقى الشخص ده بيصيب 5 بس، كل الكيرف ده اتغير. الكيرف ده كل يوم بيزد على الانبوت بتاعه. احنا دايما نقول الفوركاست او التنبؤ عباره عن داتا ان فوركاست اوت، يعني بدخل داتا، كل بارامتر وفاريبل كل متغير في الداتا ده كل ما اتغير كل ما كل الموديل بتاعي اتغير. جوزي رجع تعبان ومش قادر يقف، وشه مخطوف وعايز ينام، وهو نايم ومش قادر يصحى، ترى في حاجه ما اعرفش، بس يعني شوفي هل درجه حرارته مرتفعه ولا لا. يعني لو ما فيش ارتفاع درجه حراره ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون هبوط بسبب الصيام مثلا. فظل عدم وجود دواء او لقاح، هل من وجهه نظرك في مصر تجاهل تطبيق مناعه القضيع؟ هي زي ما كنت بقول كده، مناعة القطيع سلاح ذو حدين، وكنت اتكلمت على تجربة السويد من فترة. يعني ممكن بعد اللايف استاذ محمد غالي تقدر ترجع تشوفها كده، اتكلمت عليها بتاع مثلا 5 دقايق ان فول ديتيل بالتفصيل. بالنسبة لإجراءات السفر، هتبقى عزل ولا بي سي ار ولا ايه؟ إجراءات السفر زي ما كنا لسه بنتكلم من شوية، لو اكتشفنا حاجة للدياجنوسز للكشف سريعه واكيرت دقيقه، مش نسبه الخطا فيها 60% زي ما هو حاليا موجود، المطارات هتفتح بسرعه. المطارات عاده بتبقى اخر حاجه. بما ان الامر اجباري هو التعايش، استفسار ما هي مواد التطهير الصالحه للقضاء على الفيروس تركيزها؟ طيب كل مواد التطهير وانا بعمل ايه هنزلها في فيديو لوحدها باذن الله، هحط لكم اللينك في الكومنتس بتاعت اللايف ده بعد اللايف ما يخلص. وعموما سريعا جدا، يعني الموضوع ده طويل، هو في حاجه اسمها تنظيف وحاجه اسمها تطهير. اي سطح انا محتاج انضفه الاول، بعد كده محتاج اطهره الاول او اعقمه. التنظيف ده بميه بصابون باي حاجه كنت بستخدمها في العادي يعني. التطهير دي حاجه مختلفه، هو اكتر حاجتين هي كحول 70% وكلور، دي اكتر حاجتين كومن ومتعارف عليهم. وانا محتاج ان اطهر انضف بعد كده اطهر كل الاسطح اللي ممكن يكون عليها رزاز او اي حاجه شبيهه من بره. وماء الاكسجين ينفع؟ عشان فعلا في كميه يعني مواقع كتير جدا لموضوع مطهرات ده، خلينا في الكحول وفي الكلور، دول الحاجات السهلين واللي ممكن نعرف نتحكم فيهم. ممكن ترشيح كورس امينولوجي كويس لدكتور اسنان؟ مش عارف وائل، انتوا الدنتست عموما عندكم مشكله كبيره في فكره الانفكشن كنترول، ربنا يكون في عونكم. اكتر ناس ومن انجح الناس في الانفكشن كنترول هم الدنتست باي ذا واي، لان انتوا بتتعاملوا كتير مع الموضوع ده. ما اعرفش قوي ممكن يبقى ايه الكورس الكويس في ايمونولوجي، بس عموما ممكن تبعت لي استاذ حسام او دكتور حسام، يعني ممكن تبقى تبعت لي مسج بس وانا هقول لك على شويه اماكن كده يو كان سيك، هتلاقي عندهم كورسز كويس. هو كده ممكن نفضل سنين كتير في نفس الموضوع،
لغايه ما يبقى في مصل. احنا لسه في السيتويشن دي، اللي هو المصل غالبا لو ده بتاع شهر 9 نجح هيبقى الموضوع كويس، لو بتاع شهر 9 ما نجحش احنا قدامنا لغايه شهر 4 2021، بس طبعا ما يكون الموجه الاولى خلصت وغالبا التانيه كمان. اللي هيكون في الحجر المنزلي يعرف تطور حالته ازاي، هو المفروض ان هو بيتابع يوم بيوم مع الهوت لاين مع الوزاره، والمفروض ان هو اي تصاعد في درجه الحراره او في الاعراض يروح المستشفى فورا. هو الاعراض الطفيفه والخفيفه هو بس اللي بيبقى في الحجر المنزلي. مريض حساسيه الصدر يعتبر الاعراض، مريض حساسيه الصدر عنده عرضه اكتر ان هو يجيله كوفيد 19 باعراض اعلى. هو ما عندوش مرض نقص مناعه، المصريين معظمهم عندهم ازمة وعندهم اليرجيك راينايتس حساسية صدر وهكذا. هم المفروض يخلوا بالهم من نفسهم ويتأكد ان هو ما عندوش اي دور حساسية، لان كان الفترة اللي فاتت دي فترة الموسم بتاع الحساسية الصدر، فمحتاجين نتأكد ان هم واخدين بالهم من نفسهم. للأسف كمان عشان ولادنا نفس الكلام، احنا معظم ولادنا عندهم حساسية على الصدر وازمة وربو منتشر جدا في مصر، ف الناس كانت عندها امان زياده عن اللزوم ان الاطفال عمرهم ما هيجي لهم كوفيد. المستشفيات فيها اطفال على فكره، ومعظمهم اطفال حساسيه صدر وربو، فمحتاجين ناخد بالنا اي حد عنده طفل عنده مشاكل في التنفس وصدر ان هو ما يتعرضش لناس او ازدحام. استاذة هدى، في بحث النهارده على الفيسبوك بيقول ان مش بيتنقل من اللمس او الاوكر والمقابض، اتنين عن طريق التنفس. البحث ده غير دقيق، هو لغايه دلوقتي البحث الموجود الدقيق هو بيتنقل عبر الرذاذ، والرذاذ ده في مسافه مترين ممكن يقع على اي اسطح، ممكن المقابض. ليه؟ لان هو ممكن حد يكون عطس في ايده، في ايده بقى عليها الفيروس، وبعد كده مسك مقبض باب فالمقبض نفسه عليه الفيروس. دي الدراسات المؤكده. هنا اقول لكم دايما انا دايما هبقى برد بالحاجات الدوكيومنتد في مجلات علمية ومن الـ WHO أو من الـ CDC. في حاجة بنسميها Evidence Based Medicine أو Science، يعني هي التجارب المثبتة. دي ليها ويب سايتس، احنا ما بنجيبش معلوماتنا ولا من على الفيسبوك ولا من البريس ريليز، يعني مش من المجلات العادية أو إن في مقال اتنشر أو هكذا. في حدود 12 أو 13 سيرش انجن، أماكن بحثية، دي اللي بندور فيها يجي فيها كل المعلومات اللي احنا متأكدين إن دي دراسات علمية مرموقة. لما يعني نيجي ندور في مجلة، ندور في ميديكال جورنال عنده امباكت فاكتور، يعني عنده يعني رقم علمي عالي، جاما، اللانسيت وهكذا، بي ام جي، بندور في زي ما قلت لكم كده كوكرين، في اماكن معينة ندور فيها. احنا ايفن حتى جوجل ده ما بنستخدموش، يعني ما بستخدمش جوجل عشان اعرف ادور على معلومة. جوجل ده سيرش انجن تجاري مش علمي. الكورونا والحوامل، نفس البريكوشنز لاي شخص عنده امراض مزمنه. الحوامل لازم ياخدوا بالهم من نفسهم كويس جدا، ان هو لا قدر الله لو اصيبوا بالفيروس مفيش علاجات هينفع ياخدوها، لان العلاجات معظمها كونترا انديكيتد مع الحمل، فبالتالي محتاجين ياخدوا بالهم كويس جدا. اخبار الامارات ايه من وجهه نظر حضر الامارات؟ يعني فكره الماس سكريننج والتوتال لوك داون انا في رايي هي سياسه ناجحه. يعني فكره انت تعمل توتال لوك داون، تقفل البلد تماما وتعمل ماس سكريننج عده المليون تيست حتى الان وتتاكد ان مفيش فيروس، حل جذري، بس ما تقدرش تعمله دوله الا اذا كانت دوله قادره انها تستحمل توتال لوك داون، يعني قفل كل البلد لفتره كبيره. في بلاد لو كانت عامله زي الامارات كانت هتفلس، تقعد مفلسه 5 سنين. فان الدوله يبقى عندها احتياطي نقدي انها تعرف تعمل الحركه دي احسن حاجه كان المفروض تتعمل، وهي اتعملت بدري واتعملت بطريقه كويسه. بروفيسور خالد مصالحي، شكرا يا بروف، منورنا. واحنا لاي سيناريو مرعب امريكا ولا ايطاليا؟ ان شاء الله احنا ولا ماشيين على كيرف ايطاليا ولا ماشيين على كيرف امريكا، الحمد لله احنا لسه الارتفاع بتاعنا افقي ولسه الامور لحد ما كويسه. هل في اشاره ان مناعه المصريين قادره تقف وتحارب الفيروس ما حصلش زي ما حصل في اوروبا؟ ما فيش اي دراسه بتقول ان المصريين عندهم حاجه معينه في المناعه بتاعتهم احسن من الاوروبيين. الحاجه الوحيده ان احنا الشباب عندنا اعلى، فممكن يكون نسبه الاصابه اقل. في حاجات كتير قوي، يعني مثلا متوسط عمر المصريين 24 سنه، يعني احنا متوسط عمر البني ادمين في مصر هنا 24 سنه، متوسط العمر عند الطليان 47 سنه، وهو الفيروس بيبقى شرس للناس اللي فوق 50 سنه، فبالتالي احنا عندنا كميه الشباب اعلى، احنا شعب فتي يعني.
فبالتالي ممكن يبقى الاعراض عندنا اخف، نسبه الاصابات اقل. بس طبعا في عوامل كتير مختلفه، بس المناعه ما فيش اي دراسه اثبتت ان مناعه المصريين مختلفه. البروفيسور خالد فكره الخلايا الجذعيه الستيم سيل في الامارات حاليا كلينيكال ترايلز ابتدت، دخل تقريبا 70 عيان عليها، ان هم دي انجكت نفس فكره البلازما المتعافين. خلينا سريعا نقول الاثنين، البلازما المتعافين دي ان انا بروح لشخص تعافى من كوفيد 19 خف، فالدم بتاعه بيبقى فيه مضادات اجسام ضد الفيروس. الدم عموما 55% منه حاجه بيسموها بلازما. البلازما فيها حاجه اسمها اميونوجلوبولينز او الاميونوجلوبولين، ده ما يحتوي على مضادات اجسام للفيروس اللي جه وعرف الجسم يتغلب عليه. استخلص البلازما من شخص تعافى ريكفرد وادي كونفالسنت بلازما، ده اللي هو بلازما المتعافين، اديها لشخص مريض بكوفيد 19 خصوصا لو كان عنده الاعراض عاليه وفي المستشفى، زائد الادويه اللي انا بديها له في العادي، هو مش دواء لوحده، فيمشي بروتوكول العلاج، بس انا هحقنه في بلازما عشان مضادات الاجسام بتاعته تتحسن ويقدر يقاوم المرض. دي بالملي نفس اللي بيعملوه في الستيم سيل، ان هم الخلايا الجذعيه بتستخلص وبرده تتحقن تو بي انجكتد للبيشنتس اللي في السيفير كيسز وفي المودريت تو سيفير كيسز. حتى الان النتائج الاولانيه بريلمينري ريزلتس طالعه كويسه، زي بريلمينري ريزلتس بتاعت رامدزيفير. احنا كده عندنا تو كلينيكال ترايلز رام بريلمينري ريزلتس، الرامدزيفير بتاع جيليد في امريكا والستيم سيل في الامارات اللي اعلنت امبارح. ستيل محتاجين لسه كابل اوف ويكس عشان نتاكد من ان الريزلتس عامله ازاي، خصوصا في الستيم سيل عشان ما كانش في البحث فيه الكونفاوندنج فاكتورز مشروحه بالتفصيل. كونفاوندنج فاكتورز هو فكره ان هل كل البيشنتس دول كانوا بياخدوا نفس العلاج، هل كان عندي ارم للبلاسيبو بياخدوا علاج وهمي، هل تم المقارنه ما بينه وما بين نسب الشفاء لو كان بياخد بروتوكولات تانية ولا لا. التفاصيل الدقيقه دي لسه مستنيين عليها شويه عشان نعرفها. عارف دكتور ساكت رحمه الله، الله يرحمه ويحسن اليه وصبر اهله، كان يعاني من اي مرض مزمنه قبل الاصابه بكوفيد؟ انا الصراحه ما عنديش اي معلومه، بس ربنا يرحمه، الخبر كان سائل للغايه علينا جميعا. يعني نموذج الاردن والفرق بينه وبيننا هو بالملي نفس كنا بنتكلم على الامارات. توتال لوك داون، وعي مش طبيعي، بصرف في كميه كامبينز، اجراءات قانونيه لاي حد بينزل، غرامات وماس سكريننج، بعمل سكريننج تيست لناس كتير عشان اتاكد ان الفيروس ابتدى يقل. زي ما قلت لكم ده كان في حلين دايما عند الشعوب كده في شهر فبراير، اخر فبراير ومارس، يا اما كنت اقفل تماما يا اما كنت ازود الوعي بكميه جباره وابتدي افتح فتح جزئي. اي حاجه حصلت غير التو سيناريوز دول ادت ان الاصابات والوفيات زادت. نتائج دواء افيجان هتظهر امتى؟ احنا ستيل لسه في الريكروتمنت وفي الانيشال تريتمنت، فلسه شوي. لو هيبقى في بريليمينري ريزلتس هتطلع الشهر ده. العلاج بالنخاع ده لسه كنا بنتكلم عليه من 5 دقايق. زمان عرفونا لو حد جاله فيروس وحد مناعته قضت عليه نعمل مصل من دمه. ما دي فكره البلازما المتعافين. احنا بناخد بلازما من ناس تعافت سواء جالهم الفيروس بدون اعراض او جالهم باعراض، ونبتدي ندرس في كل مضادات الاجسام. الموضوع ده فعلا قديم، احنا بقالنا 100 سنه بنستخدم بلازما المتعافين، استخدمناها في الايبولا وفي سارس وفي ميرس، ودايما نتائجها كانت تبقى كويسه جنب العلاج مش لوحدها. اكتر مرض كان فيه بلازما متعافين جاب معانا نتيجه كويسه كان الايبولا. فلحد دلوقتي الستاندرد اوف كير للايبولا من ال WHO هو نقل بلازما من شخص تعافى من الايبولا لشخص مريض ايبولا. هل في تحليل وفيات لمعرفه كانت توفى الكوفيد؟ لو المريض توفى البروتوكول المتبع ان لازم يتاخد منه مسحه عشان نعرف هل سبب الوفاه كانت كوفيد ولا لا. انا فاضل 5 مينتس، احاول بسرعه ارد على بيت الاسئله اللي فاضله. الامارات والسعوديه بدات اجراء فتح الاقتصاد، هل في سبب علمي او صحي الاجراء ده من عند اصابات في التزايد؟ احنا قلنا لو هفتح الاقتصاد الفيروس، يعني مثلا الامارات الفيروس فعليا ابتدى يقل، السعوديه الارقام في بلاتو ما ابتدتش لسه تقل، ارقام الوفيات في السعوديه ماشيه في هضبه، يعني الكيرف بتاعه في الهضبه.
وزي ما قلت لكم الفيروس ما بيقراش في الاقتصاد، ما يعرفش ان عندنا مشكله، فاجراءاتها بتبقى مراحل، سواء الامارات او السعوديه او المانيا او فرنسا، بعد فتره امريكا، الناس دي كلها هتفتح الاقتصاد عشان البلاد مش هتقدر تستحمل. وعلى فكره ده وجه الخلاف ما بين منظمه الصحه العالميه وبين معظم البلاد. منظمه الصحه العالميه طلعت تحذير، قالت احنا بنحذر اصلا فتح اقتصاد، بس ما فيش حد سمع كلامهم، لان هو يعني هم ملوش حل. طب هنعمل ايه؟ في ناس هتموت من جوع، بس فتحها محتاج مراحل معينه دفنت بريسايس، هفتحها ازاي، يا كميه اجراءات مش طبيعيه، هبقى انزلها في البيج، واحنا بنعمل عليها حلقات كده على اليوتيوب اسمها ال 4S. يعني هو في موديل كده اسمه ال 4S، عشان تعرف تفتح الاقتصاد محتاج ان انت تعمل 4S، محتاج ان انت يبقى عندك جاهزيه للسبيس، مساحه كافيه لاستقبال اي مصابين، محتاج يبقى عندك ستاف، محتاج يبقى عندك كوادر طبيه كوانتيتي وكواليتي كويسه، محتاج يبقى عندك سبلايرز، تجهيزات لكمامات وادويه ومستلزمات مستشفيات ومستلزمات وقايه للشعب وهكذا. واخر اس هي السيستم، سيستم توعيه وسيستم بحث وتقصي وايرلي ديتكشن اند سو اون. الفور اس دول لازم تكون موجودين عشان تعرف تفتح الاقتصاد. هبحط لكم اللينك برضو بتاعتها، البروجرام ده مشروح بالتفصيل. ممكن اعمل حجر في شغلي منه احافظ على نفسي واحافظ على اقتصاد بلدي. يعني لو الشغل ينفع كده، انا عن نفسي مثلا المكتب بتاعي زي البيت، مقفول عليا، مفيش حد تقريبا بيروح الشغل غيري، فانا قاعد في البيت زي ما اكون قاعد في المكتب بنفس السوشيال ايزوليشن. يعني لو اقدر اعمل كده ده احسن حل. نسبة الوفيات السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ما كانش عندنا احصاء دقيق، انا نفسي كانت المعلومة دي تكون موجودة. يعني هي فكرة وزارة الصحة ان هي الناس تتعالج في البيت. يعني نرجع تاني لفكرة تانية، يعني انت عشان تعرف تطبق اي قانون جديد، يعني بصوا سيبكم من العلم، انت عشان لو بكرة الصبح كده لو احنا رجعنا شغلنا ولقيتوا مديركم في الشغل مثلا بيقول لكم معلش انا عايزكم كلكم تبقوا موجودين يوم الجمعه الساعه 7 الصبح يوم اجازتكم في الشغل بدون ابداء اسباب، الناس كلها هتبقى متذمره ومتضايقه، وممكن ناس ما تروحش، ولو حد راح الساعه 7 هيبقى راح قرفان ومش لاقي نفسه وهيقعد يوم الجمعه ما يشتغلش. صح، ده طبيعه البشريه. يعني اي حاجه بتتفرض علينا بدون ما عارفين السبب بتاعها ايه بتخلينا عندنا نفور من التغيير ده. لكن لو كان حد مثلا بيقول لنا ايه، احنا انا عايزكم تيجوا يوم الجمعه الساعه 7 الصبح، في مقابل انتوا لما تيجوا يوم الجمعه الساعه 7 الصبح هتاخدوا اسبوع اجازه، وهتيجوا 7 الصبح ده عشان احنا مثلا عندنا تفتيش او عندنا اوديت هيجي يوم السبت، فانا عايز نحضر للاوديت ده. لو المعلومه اتقالت كده الناس كلها تيجي 7 الصبح ويلنج مبسوطين. نفس اللي احنا بنتكلم عليه في الشغل ده هيطبق عليه في الفيروس. احنا لو الناس فهمت كويس ايه الهدف من ان احنا بنقعد الناس في البيت، علشان ده احسن لهم واحسن للنظام الصحي وعشان الاستيعاب، عشان لما نفتح عجله الاقتصاد هتخلي الناس احسن واوعى. فهي دايما التوعيه محتاجه ان احنا نبقى عندنا اندرستاندينج فهم التوعيه دي بتحصل ليه. عايز اعرف البؤره الرئيسيه في مصر، هي ملهاش جيو ماب، بس انا هبقى انزل بوست على الاماكن، اكتر اماكن كان فيها اصابات حد الان، امتى مدارس وحضانات هتفتح. المفروض يعني لو الامور مشيت كويسه في شهر 9 الحضانات والمدارس تفتح. مخالفه عدم لبس الكمامه داخل العربيه في الامارات 1000 درهم. ده الاجراء الاحترازي ان انت تبقى حاطط فرض زياده عن اللزوم عشان انت بتعمل توتال لاك داون، دي حاجه، بس احنا بنتكلم من وجهه نظر علميه وطبيه. الشخص في العربيه قافل على نفسه مفيش عنده فرصه ان هو يصيب حد او يتصاب من حد، لان فيروس ما بيتنقلش عن طريق السيركوليتد اير الداخلي وانا قافل التكييف جوه العربيه. Regarding SARS, you have mentioned that it suddenly disappeared naturally. Do we have a vaccine for SARS? احنا ما عندناش vaccine for SARS. SARS جه وفي خلال كام شهر اختفى، ما لحقش العالم كله كان يعمل له فاكسين. في كام تجارب حصلت عشان كانوا يعملوا له دواء وده ما حصلش. اخر سؤال، كم الوقت سبب الفيروس على السطح؟ من couple of hours، من كذا ساعة لبعض الأسطح، أوقات ممكن تقعد لكذا يوم. يعني الأشعة فوق بنفسجية، ما فيش إثباتات قوية إنها تقدر تقتل الفيروس. احتياطات مرضى السرطان هي نفس احتياطات كل الأمراض، احتياطات قصوى، ما فيش نزول من البيت إلا للضرورة القصوى، ما فيش أي لمس لأي بني آدم أو أي سطح.
كمامة على طول، مش بس في الأماكن المزدحمة، في أي تعامل مع أي حد يستحسن عدم التعامل مع أي حد باللمس ومسافة مترين. شكرا، إن شاء الله بإذن الله we'll do another session، نعمل session تانية live برضو قريب، ناخد بقية الأسئلة بإذن الله. مبسوط جدا إن أنا كنت معاكم، وأشوفكم على خير، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا.